من لا ينتهي مددا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاسم من خلقه ودان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من حفظ يونس وهو في بطن الحوت، سبحان من حفظ موسى وهو في اليم والتابوت، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصدق الله ذو العظمة والجلال، صدق الله الكبير المتعال، صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه ورضيه سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى المبعوث بالملة البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك، نشهد بين يديه أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات خير الجزاء وأحسن الجزاء وأكمل الجزاء وأفضل الجزاء إلى يوم الجزاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين ذاكيين باقيين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه المبين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب صل وسلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقال الله تعالى في كلامه العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأخطرهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي
فيها
فيها سرر مرفوعة وأكواب مربوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله